ومن المسائل المشكلة في المجتمعات تعاملهم مع الأنثى، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، هذا أمر يغلب في المجتمعات، مع أن هذه الأنثى من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، يجب على الإنسان أن يتعامل معها من هذه الجهة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، فهذه الأنثى هبة من الله سبحانه وتعالى، هذه الأنثى من قضاء الله سبحانه وتعالى، قضى الله وقدر أن تكون هذه الأنثى بنتا لك، كيف تتعامل مع القضاء والقدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فبعض الناس يسخط لأنها أنثى، وبعض الناس يرضى، فالذي رضي هذا له الرضا، والذي سخط هذا عليه السخط. فالأصل في الإنسان إذا جاءته بنت يسعد ويرضى ويشكر الله سبحانه وتعالى، يسعد ويرضى ويشكر الله سبحانه وتعالى.